طالع مشاركة 42 فريق، 20 فريق من المحافظات، 22 فريق من بغداد. هسه احنا صرنا دور 16، طلعت قسم من الفرق وقسم باقية. فالبطولة الحمد لله والشكر تلاحظ جماهيرها ومحبينها، واحنا كل سنة نلعبها الهاية لأن تراث العراق، تراث البغداديين والعراقيين ككل. طبعا يلعبوا ابني نوان، رحت ترى العام رحت للبصرة ولعبت ويا وين الموصل، لعبت وياهم يعني يعرفون يشوفون البرنامج عن. بالعكس الواعي بعدهم ومحبين لعبة ولها جمهورها ولها يعني كباتل مالتهم يلعبون خوش لعب. لعبة المحابس التراثية لعبة اللعب مثل ما تعرف برمضان بمشاركة أكثر من 36 فريق. اللجنة المركزية ارتأت على هاي القاعة، قاعة الشعب الدولي للألعاب الأولمبية، جمعنا هاي الفرق وبالقرعة وقع فريق النجف ويا أبو الخصيب اليوم يعني اللعبة، وعندنا فرق من المحافظات وفرق من بغداد. نعم المحافظات أكثر من 17 فريق إلى 18 فريق، بغداد أكثر من 12 فريق، يعني هي كل العدد 36. زين المحافظات عندنا البصرة فريقين، النجف أربع فرق، كربلاء أربع فرق، ديالة فريقين، الديوانية فريقين، السماوة فريقين، بالإضافة إلى فرق بغداد. هاي المشاركة الثانية هنا كفريق منتخب النجف، الأول السنة الأولى أخذنا البطولة والحمد لله، وهاي السنة الثانية وهم مصرين ناخذ بطولة، ما بيها كل مجال. والله الأجواء البطولة حلوة، تنظيم حلو، هو كابتن جاسم بعد معروفة هي، تنظيم حلو، مشاركة الفرق كلها، الفرق اللي زينة أخلاقا ولعبا. والله أجواء المباراة بعدها هي النقطة الثانية، وإن شاء الله توفيق للفريقين، ونشكر رئيس اللجنة لجنة المحابس بالعراق الأستاذ جاسم الأسود على هذا المكان الرائع. جمهور كلش قوي ولعبة حلوة وإن شاء الله تونس الجماهير.